الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة ونشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية نبدأها بأبرز العناوين. تقارير أمريكية عن مقترح أوسع لهدنة مؤقتة في قطاع غزة تشمل إفراجا عن المحتجزين الإسرائيليين، وحماس تؤكد أنها تريد وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار. الاتحاد الأوروبي يؤكد الاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع والضفة من خلال المنظمات الشريكة دون أونروا. وأنباء عن رد أمريكي وشيك يستهدف إيرانيين في العراق وسوريا ووصولا بحرية إيرانية في الخليج عقب قصف لقاعدة التلف. البداية مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك مقترحا أوسع لهدنة مؤقتة في قطاع غزة تشمل إفراجا عن المحتجزين يتم عرضه على حركة حماس. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الاقتراح المقدم لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس كان قويا ومقنعا ويبعث بعض الأمل. وقال بلينكين أنه يتعين على حماس اتخاذ قراراتها بنفسها، في إشارة إلى رفض حماس للصفقة المقترحة. وتحدث بلينكين وسط تفاؤل من جانب الولايات المتحدة في العثور على إطار عمل للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الإفراج عن المحتجزين كان على رأس أولويات الولايات المتحدة منذ اليوم الأول. ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن طاهر النونو القيادي بحركة حماس أن الحركة تريد وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار في قطاع غزة وليس هدنة مؤقتة. ونقلت الوكالة عن القيادي في حماس أن ملف إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة علاوة على بعض التفاصيل الأخرى يمكن مناقشتها بمجرد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانتهاء اجتماع مجلس الحرب بشأن قضية الأسرى والمحتجزين وأنهم في انتظار رد حركة حماس الرسمية على الصفقة المطروحة. في الوقت نفسه نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صحة الأنباء التي تفيد بموافقة إسرائيل على عقد هدنة من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وأكد مكتب نتنياهو أن تلك الصفقة غير صحيحة وتتضمن شروطا غير مقبولة لإسرائيل. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية قصفا جويا ومدفعيا لمختلف أنحاء قطاع غزة. في هذا الإطار شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال بكثافة مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، وقامت باستهداف المنازل السكنية في حي الجنينة وسط المدينة. فيما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 26,637 شهيدا، إضافة إلى 65,387 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. وكشفت الصحة الفلسطينية عن ارتكاب جيش الاحتلال
14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 115 شهيدا و300 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت أن قوات الاحتلال ما زالت تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهداء والمصابين تحت الركام وفي الطرقات. قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ إن الاحتلال يحاول إنهاء ما تبقى من خدمات طبية في جنوب قطاع غزة وخاصة خان يونس. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أكدت فرسخ أن الأوضاع مأساوية في ظل أوامر الإخلاء التي يطلقها الاحتلال يوميا في قطاع غزة. المنطقة برمتها خطيرة جدا، والاحتلال يواصل استهدافه لكل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل، وبالتالي هناك استحالة لأن نقوم بأي عملية ذهاب من أجل جلب أي من المستلزمات وتأمينها للمستشفى. تم استهداف مركز الإسعاف بإطلاق النار عليه، اضطررنا لإخلاء مركز الإسعاف والمسعفين يتواجدون في مستشفى الأمل وفي مقر الجمعية. أحد مركبات الإسعاف تم إطلاق النار عليها بشكل مباشر عدة رصاصات بينما كانت أمام المستشفى، وبالتالي أوضاع خطيرة لازال المستشفى يشهدها من إطلاق نار وقصف عنيف في محيط المستشفى. يستضيف اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا لكبار مانحي وكالة الأونروا في نيويورك. وذكر المتحدث باسم الأمين العام ستيفن دوغريغ أن غوتيريش التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة لضمان إجراء تحقيق على نحو سريع وفعال في مزاعم إسرائيلية بحق موظفين في الوكالة، وأشار إلى أن إسرائيل لم تقدم رسميا بعد ملفها بشأن اتهاماتها لموظفي الوكالة. أكد الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم المساعدات الإنسانية المكثفة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال المنظمات الشريكة له. في الوقت ذاته أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يتوقع أي تمويل إضافي لأونروا حتى نهاية شهر فبراير، كما رحب الاتحاد ببدء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا في إجراء تحقيق في مزاعم محتملة لمشاركة بعض أفرادها في هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر ضد إسرائيل. وفي السياق ذاته أكدت وزيرة خارجية اليابان مواصلة بلادها دعم المنظمات الإنسانية الأخرى لتحسين الوضع الإنساني في غزة. جاء ذلك في معرض رد وزيرة خارجية اليابان بشأن التعاون مع أونروا في غزة عقب المزاعم الإسرائيلية. وحذرت وكالة أونروا في وقت سابق من عدم تمكنها من مواصلة العمليات في القطاع إذ لم يستأنف التمويل. وقال المتحدث باسم الوكالة إنها لن تتمكن من مواصلة خدماتها في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة بعد نهاية فبراير المقبل. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه ألغى اجتماعه مع مفوض وكالة أونروا فليب لازاريني ودعاه للاستقالة. واتهم كاتس موظف الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن لازاريني عليه أن يستخلص النتائج ويستقيل. حملة مسمومة تشنها إسرائيل منذ سنوات ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بهدف تصفيتها لما تمثله من أهمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وتأتي الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا بزعم اشتراك عدد من أعضائها في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
جولة جديدة من جولات الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، تتمثل في مخططاتها الشيطانية لتصفية أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. إقصاء الأونروا كان من أبرز الأهداف التي سعت لها إسرائيل منذ سنوات، وليس بعد عملية طوفان الأقصى كما يزعم جيش الاحتلال، حيث وضعت إسرائيل نصب أعينها ومنذ زمن تصفية أعمال الوكالة التي تأسست بموجب قرار أممي في أعقاب النكبة، والتي ظلت شاهداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. حكومة نتنياهو التي فشلت في تحقيق أي من أهدافها داخل غزة وجدت في الحرب الدائرة فرصة للتخلص من الوكالة، خاصة بعد المصداقية التي تمتعت بها تقارير الأونروا لدى محكمة العدل الدولية بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين وعمليات القصف العشوائي والإجبار على النزوح. رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو دعا في عام 2018 إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين تحت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وإنهاء وجود الأونروا التي وصفها بالعمل لصالح الفلسطينيين، معتبراً وجودها تخليداً لقضية اللاجئين التي تؤرق دولة الاحتلال. تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى مخططات جرى إعدادها مسبقاً تتضمن عدة مراحل لإنهاء عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي تؤكده تصريحات المسؤولين في تل أبيب، ومنهم وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس الذي أكد مراراً ضرورة التخلص من الأونروا بسبب ما تمثله من إدامة لقضية اللاجئين، حيث تقدم الوكالة المساعدة والرعاية لنحو 5 ملايين لاجئ منتشرين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي المحتلة وقطاع غزة. وفي مؤشر جديد على الانحياز الغربي الفاضح لدولة الاحتلال، سارعت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وكندا واليابان لتعليق تمويلها للوكالة إثر المزاعم الإسرائيلية دون انتظار نتائج التحقيقات من جهات محايدة. المساعي الإسرائيلية التي تهدد عمل الأونروا يزيد من خطورتها ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، حيث تقدم الوكالة خدماتها لنحو 1,700,000 من سكان القطاع، كما تؤوي ملاجئ الوكالة نحو 1,200,000 نازح، فضلاً عن إسهاماتها في توفير وتقديم المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لسكان القطاع. يخطط موظفو الحكومة الأمريكية إلى تنظيم إضراب عن الطعام يوم الخميس المقبل تضامناً مع قطاع غزة، وقال ممثلون عن مجموعة الفيدراليين المتحدين من أجل السلام داخل الحكومة الأمريكية إن هذا الإضراب يهدف للإعلان عن رفض سياسة الرئيس الأمريكي تجاه دعم إسرائيل في حربها على غزة، ومن المقرر أن يرتدي الموظفون ملابس سوداء والكوفية الفلسطينية وغيرها من رموز التضامن مع فلسطين. نددت وزارة الخارجية الفرنسية بانعقاد مؤتمر في مدينة القدس يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تنتظر من السلطات الإسرائيلية أن تندد بوضوح مثل هذه الأفعال. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير حث المستوطنين اليهود في تجمع حاشد على العودة إلى قطاع غزة. العدوان الإسرائيلي على غزة استهدف المدارس والجامعات ضمن حملة الدمار الواسعة التي أحدثها في قطاع غزة لتبدد أحلام الطلبة في مواصلة دراستهم. أسيل أبو هداف إحدى الطالبات التي كانت تدرس الطب قبل أن تتحول إلى نازحة تعيش مع أسرتها في أحد مخيمات النزوح في ظروف إنسانية صعبة. طبيبة أو هكذا كان مقدراً لها أن تكون قبل أن تحول الحرب بينها وبين حلمها الكبير. أسيل أبو هداف
واحدة من سكان قطاع غزة الذين أحال العدوان الإسرائيلي أحلامهم إلى سراب بعدما دمر بيوتهم ومدارسهم وجامعاتهم، ليجدوا أنفسهم في العراء أو في مخيمات لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. جبي في البيت لما كان عندنا بيت وكان الوضع هدوء، كان معظم وقتي في الدراسة، لأنه معروفة قديش دراسة الطب محتاجة مجهود. لكن حاليا هنا في الخيمة تحت الحرب وتحت القصف اليومي، ما فيش غسالة، ما فيش كهرب، ما فيش إنترنت إنه أراجع دروسي أو إنه أبحث عن أي إشي بخص الطب. حلم راودها منذ الصغر بأن تصبح طبيبة تطبب المرضى وتداوي الجراح. ساهمت في تكوينه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة منذ عقود، قبل أن يزيد العدوان الحالي إصرارها على تحقيقه بعد الجرائم التي ارتكبها بحق سكان القطاع. حاليا مع هاي المأساة والإبادة الجماعية اللي بنشوفها في غزة، صرت مصرة أكثر على حلمي إني أصل إني أكون طبيبة، أكون مرتجلة على أرض الواقع في المستشفيات. أوضاع صعبة تعيشها أسيل طالبة الطب التي تحولت بسبب العدوان إلى نازحة في أحد المخيمات، زاد من صعوبتها برودة الشتاء وهطول الأمطار. هنا في المخيم بنعيش أيام صعبة، كل همنا هو كيف ناكل وكيف نشرب، ما فيش لا مية حلوة، ما فيش أبسط مقومات للحياة. وبرغم المعاناة وحجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على القطاع، تتمنى أسيل العودة للدراسة حتى ولو في الخيام. حاليا زميلاتي ما بعرف عنهم اي اخبار، في اول الحرب كنا على تواصل دائم، كيفك، ايش اخبارك، وين صرتي، لكن حاليا انقطع الاتصال، ما فيش اي تواصل، بعرفش ايش اخبارهم، هل هم احياء او اموات اصلا. حتى الكادر التعليمي ما بعرف عنهم اي شيء، بتمنى انه نرجع للدراسه حتى لو في خيام بس. وبرغم الظروف الصعبه لم تنسى اسيل رعايه عصافير اخيها الصغير في مشهد يجسد الرحمة التي افتقدتها وغيرها من سكان غزة في ظل العدوان الذي لم يرحم صغيراً أو كبيراً في القطاع. كل ساعة تمر على أهل غزة تحمل معها ألماً جديداً ومواجهة مع شتى أنواع القسوة، ومع دخول فصل الشتاء ذروته والانخفاض الهائل لدرجات الحرارة وهطول الأمطار، يواجه أهالي القطاع معاناة إضافية هي البرد الشديد. أكبر المخاوف تتحقق ويعيشها أهل غزة في كل ساعة تكتب لهم فيها الحياة والنجاة من نيران الاحتلال الإسرائيلي. الجوع والعطش وبرد الشتاء الذي لا يتحمله الآمنون في بيوتهم صاروا أعداءً جدداً يطاردون الفلسطينيين في أرجاء القطاع الحزين. مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء لذروته، ومع الحياة في الخيام ذات الخيوط البالية والأكياس الضعيفة، أصبحت الحياة تزداد قسوة، فمياه الأمطار تملأ المأوى المعدومة التي اتخذها أهل غزة ليلملموا شتات أنفسهم، ولأنهم هجروا من بيوتهم ومدنهم دون السماح بأخذ أي شيء يعينهم على مواجهة المجهول، ولا حتى غطاء واحد، إلا أنهم يحاولون التغلب على الصعوبات، ولا زالوا يحاربون ذاك الواقع المرير ويواجهون تلك الأيام العسيرة. جينا من خان يونس على رفح، قاعدين ندور على مكان نقعد فيه، فيش لا معنا خيم ولا معنا حرام ولا معنا حاجة، قعدنا تحت المطر على شادر، حطنا شادر وقعدنا أنا والأولاد والمرأة تحت الشادر. تلك الخيمة التي لم تجد صاحبتها ما يمكن أن تدفئ به صغارها، تكاد تعتذر عن عجزها أمام دموع هذه السيدة وأبنائها. الأم التي اندفعت بقلبها ومشاعرها تسأل العون من الجيران الذين لا يختلف حالهم كثيراً عنها، وكأنها أرادت فقط أن تحمي الأجساد الصغيرة لأبنائها
خوفاً عليهم من التجمد الذي قضت ليلتها تتلقاه نيابة عنهم. احنا 7 أنفار في الخيمة، لما نشتت الدنيا وفراشي كله تغرق رحت عند جيراننا هنهيهم، شلت أولادي وقعدتهم نايمتهم عند جيران وجدت قاعدة على الأرض للصبح. هاي كل اللي سويته، فراش فش أصلاً، فش فراش فش لكم إحرام وكلهم مية. وطول الصبح أقسم بالله جمدت جسمي، كان مجمد هيك لولا البنت ولعت نطفة نار نتدفى عليها. بس غزة لم تعد فقط مدينة الموت والدمار والظلام، ولكنها صارت المدينة التي ترحل إليها كل معاني القسوة والألم والمعاناة والخوف. أفادت مراسلتنا بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة رئيسية في وسط إسرائيل للمرة الأولى منذ أسابيع، مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ، وأشارت إلى أنه سمع دوي انفجارات في تل أبيب بعد اعتراض أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية رشقة صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق نحو 15 صاروخاً تجاه تل أبيب. كشف مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وصول 19 جندياً إسرائيلياً مصاباً من غزة اليوم، بينهم 8 مصابين بجروح خطيرة. وكان جيش الاحتلال أكد إصابة 6 عسكريين إسرائيليين في معارك القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف أنه أن 2771 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب في غزة، بينهم 1276 منذ بدء العملية البرية. كما أوضح جيش الاحتلال أن 388 عسكريا يتلقون حاليا العلاج إثر إصابتهم بالقطاع، بينهم 39 في حالة خطيرة. اغتيل 3 فلسطينيين على يد قوات إسرائيلية داخل مستشفى ابن سيناء بمدينة جنين بالضفة الغربية. يأتي ذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين مدعوما بآليات عسكرية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي طول كرم بالضفة الغربية مدعومة بتعزيزات إضافية لآليات وجرافات عسكرية. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين جيش الاحتلال وشبان فلسطينيين خلال اقتحام طول كرم، وأن الجرافات العسكرية الإسرائيلية قامت بتخريب البنية التحتية للمدينة. وفي الخليل اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب وبلدة سوريف شمالية الخليل بالضفة الغربية. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا بعد اقتحام مخيم العروب شمالية الخليل. ذكرت صحيفة بلوتيكو الأمريكية أن الرد الأمريكي على قصف قاعدة التنف سيبدأ على الأرجح خلال يومين. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من مستشاريه تحديد خيارات للرد من شأنها ردع أي هجوم أو هجمات أخرى ضد القوات الأمريكية. وأفادت الصحيفة أن الرد سيكون على شكل موجات من الهجمات ضد مجموعة من الأهداف، من بينها أفراد إيرانيون في العراق وسوريا وأصول بحرية إيرانية في الخليج. بين رغبة واشنطن في ردع أي هجوم على قواتها وعدم اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، تدور اجتماعات الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مسؤولين أمريكيين لإعداد طريقة للرد على مقتل الجنود الأمريكيين على الحدود بين سوريا والأردن. المسؤولون الأمريكيون بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية قالوا إن الرد الأمريكي على قصف قاعدة التنف سيبدأ على الأرجح خلال يومين. وأشار المسؤولون على بايدن بعدد من الخيارات، كان من بينها استهداف شخصيات إيرانية في العراق وسوريا، إضافة إلى ضرب أصول بحرية إيرانية في الخليج. ورغم تلك التصريحات،
إلا أن البنتاغون أكد على عدم رغبته في اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر ذاته الذي أكده وزير الخارجية أنتوني بلينكين، الذي قال إن الأوضاع في الشرق الأوسط خطيرة بقدر أعلى من أي وقت مضى، مضيفاً أن الرد الأمريكي سيكون متعدد المستويات وسيتم على مراحل لكن دون توقف. مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أكد أن كل خيارات الرد على استهداف المصالح الأمريكية مطروحة على الطاولة، غير أن مسألة ضرب الداخل الإيراني غير مرجحة، لا سيما مع تأكيد الخارجية الإيرانية رسمياً عدم ضلوعها في قصف قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية. وهكذا فإن واشنطن تحمل طهران مسؤولية الهجوم على قواتها ولا تريد تصعيداً للتوترات داخل المنطقة، بينما تغفل حسب المراقبين الدافع الرئيسي لهذه الهجمات على قواتها، وهو دعمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن حزنه إذا مقتل الجنود الأمريكيين على الحدود الأردنية السورية، وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتها وأمنها. أود أن أعرب عن غضبي وحزني الشديدين لمقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن. لن نتسامح أنا والرئيس بايدن مع أي هجوم على القوات الأمريكية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا، وسيكون لنا رد في الوقت المناسب. فيما قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن إن بلاده ليست مسؤولة عن تصرفات أي فرد أو مجموعة في المنطقة، وأفادت وكالة مهر الإيرانية أن إيرواني أكد أن الاتهامات الموجهة لإيران تشمل إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة، وتدعي أن مجموعات تابعة للقوات المسلحة الإيرانية اتخذت إجراءات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هولندا تخصص 122 مليون يورو لأوكرانيا من أجل شراء ذخيرة وأسلحة ودعم الأمن السيبراني. أهلا بكم من جديد. يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم بشأن التنسيق لعملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية عن خلافات إيطالية فرنسية على قيادة العملية وطبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه. كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق العملية متعددة الجنسيات حارس الازدهار لحماية البحر الأحمر وخليج عدن من هجمات الحوثيين على السفن التجارية. ذكرت شبكة سي بي اس الإخبارية نقلا عن قائد الأسطول الخامس الأمريكي أن إيران تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية عن مواقع الجيش الأمريكي لاستهدافها، وصرح قائد الأسطول الخامس الأمريكي بأنه لم يسبق لأحد استهداف سفن تجارية وسفن بحرية أمريكية بصواريخ باليستية، مؤكدا في الوقت ذاته أن صواريخ ومسيرات الحوثيين يمكنها أن تضرب أهدافها خلال 75 ثانية من إطلاقها. ونتحول إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине!
قررت الحكومة الهولندية تخصيص 122 مليون يورو لأوكرانيا لشراء الذخيرة والأسلحة ودعم الأمن السيبراني. أوضحت وزيرة الدفاع الهولندية أن الدعم الجديد جاء استجابة لمشاورات مجموعة الاتصالات المعنية بالدفاع عن أوكرانيا والتي تضم 50 دولة، مشيرة إلى أن أموال الدعم يتم تحويلها لصندوق تقوده ألمانيا يعمل على تسريع وتيرة شراء الأسلحة والذخائر التي تحتاجها أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وفيما له صلة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى. خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، أكد بلينكين أن حلفاء الناتو قدموا أكثر من 110 مليارات دولار لأوكرانيا. أود أيضا أن أتناول بعض النقاط الهامة بشأن قمة الناتو التي ستعقد في يوليو. سوف تكون هذه القمة الأكثر طموحا منذ الحرب الباردة، والتي تظهر تكيف الناتو مع التحديات الجديدة، سواء روسيا أو الصين أو المجال السيبراني والإرهاب، وكذلك ما نقوله في طرق جديدة، وأيضا هناك طرق مختلفة الطرق التي يمكن أن تحقق الفعالية. من جانبه، رحب الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ بالتعهدات الأمريكية باستمرار دعمها لأوكرانيا. وأضاف ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحرب وعليه وقفها، مشيرا إلى أن دعم أوكرانيا يعد استثمارا في أمن دول الحلف. أنا على يقين أن كافة الحلفاء سوف يستمرون في تقديم المزيد من الدعم لأن دعم أوكرانيا ليس رفاهية ولكنه استثمار في أمننا الخاص. السيد بوتين هو من بدأ هذه الحرب وهو يمكن إنهاؤها اليوم إذا ما توقف عن مهاجمة دولة الجوار. الحرب يمكن أن تنتهي إذا ما توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها، ولكن هذا لا يعني السلام. سوف يعني الغزو والاحتلال الروسي، والاحتلال ليس السلام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمكن الدفاعات الجوية من تدمير 21 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا. وأفادت الدفاع الروسية بأن الهجمات الأوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم وعددا من المناطق الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية. من ناحيتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط صاروخ روسي شمال العاصمة كييف. وأقام الجيش الأوكراني بتفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في العاصمة ومحيطها تحسبا لهجمات روسية بطائرات مسيرة من عدة اتجاهات. وطلبت السلطات المحلية الأوكرانية المواطنين بالتوجه نحو الملاجئ والبقاء فيها لحين الإعلان عن زوال التهديدات. أكد جيش كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الغربية. وشدد جيش كوريا الجنوبية على مراقبته للوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية عن قرب، وذلك بالتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية. وأوضح جيش كوريا الجنوبية أن الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ مجهولة الهوية، مشيرا إلى تكرار كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية للمرة الثالثة خلال أسبوع فقط. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تتوقع أن توافق المجر على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو في الأسابيع المقبلة. وأكد بلينكين أنه سيتعين على المجر الآن أن تتحرك من أجل استكمال عملية انضمام السويد، مؤكدا أنه يتوقع أن يحدث ذلك خلال الأسابيع المقبلة عندما يعود البرلمان المجري للانعقاد. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة وبريطانيا تتخذان تحركات مشتركة لتوقيع عقوبات بحق أفراد سعوا لاغتيال معارضين إيرانيين ونشطاء في المعارضة بناء على توجيه من إيران.
في الأثناء ذكرت الحكومة البريطانية أن حزمة العقوبات الجديدة التي جرى التنسيق بشأنها مع واشنطن تستهدف إيرانيين مسؤولين عن تهديدات بالقتل على أراضيها. وأظهرت مذكرة للحكومة البريطانية الاثنين أن بريطانيا أضافت 8 جهات لنظام العقوبات التي تفرضها على إيران. تشهد الولايات المتحدة توترا بين ولاية تكساس وإدارة بايدن إزاء قضية المهاجرين والتي كشفت عن أزمة عميقة في النسيج الداخلي الأمريكي. وتأتي التوترات في ظل تنامي الاستقطاب السياسي وانعدام ثقة المواطن في المؤسسة الأمريكية. برميل بارود من التوتر يهدد الديمقراطية والوحدة في الولايات المتحدة. انقسام ظهرت بوادره في اقتحام الكابيتول في يناير 2021، ليصل التصعيد إلى ظهور ما يعرف بحركة تكساس الانفصالية بولاية تكساس. وهنا استشعر الأمريكيون مخاطر انهيار الديمقراطية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024. التوترات الأخيرة بين ولاية تكساس والبيت الأبيض إزاء أزمة المهاجرين كشفت عن أزمة عميقة في ظل تنامي الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة في المؤسسات الأمريكية. وأعلن حكام نصف الولايات الأمريكية ذات التوجه الجمهوري تضامنهم مع ولاية تكساس، وذلك في تصعيد واضح رآه مراقبون خطوة تهدف لإحراج الرئيس بايدن في بداية السباق الانتخابي. حالة الانقسام الداخلي أوضحها تقرير نشرته مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر، إذ أشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الديمقراطية الصناعية المتقدمة الأكثر انقساماً واختلالاً في العالم. تنامي الخطابات التحريضية والعنف السياسي دفع ما يقرب من ثلث الجمهوريين في مختلف الولايات الأمريكية إلى تأييد فكرة الانفصال، حسب ما أظهرت دراسة أجراها مجموعة من الباحثين من عدة جامعات أمريكية. ورغم دعاوي الانفصال، تبرز أهمية ولاية تكساس للجمهوريين على المستوى الوطني، ولا سيما خلال الانتخابات الرئاسية، فالولاية من المعاقل الرئيسية للحزب الجمهوري، وبدون أصوات أعضائها في المجمع الانتخابي، لم يكن ليفوز أي من الرئيسين الجمهوريين جورج دابليو بوش ودونالد ترامب بالمنصب. أهمية ولاية تكساس دفعت البعض إلى استبعاد خطوة الانفصال كونها تعد ضجيجاً في لعبة الكراسي الموسيقية بين الحزب الجمهوري والديمقراطي للسيطرة على البيت الأبيض. فليس من مصلحة أي من الطرفين الديمقراطيين أو الجمهوريين أن تصل الأمور إلى حافة الهاوية. يعيش أكثر من 8 ملايين شخص في بريطانيا ظروفاً صعبة في ظل الأجواء الباردة خلال موسم الشتاء الحالي في البلاد. يأتي ذلك تزامناً مع أزمة تكلفة المعيشة التي تحاصر الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل ومطالبات المعارضة بتحمل الحكومة هذه المسؤولية. دائرة الفقر والجوع والحرمان أصبحت النتيجة هي الموت لنحو 4950 بريطانياً خلال فصل الشتاء بسبب العيش في منازل باردة تأكلها الرطوبة. هذه الدائرة تقف وراءها أزمة تكلفة المعيشة والتي تحاصر الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل. إنه صعب جدا على العديد من الناس في المملكة المتحدة. الفجوة اتسعت كثيرا بين الأغنياء والفقراء. كلنا نعاني بشكل لا يصدق. هذا غير عادل على الإطلاق. نحن نعاني في هذا البلد من انعدام المساواة. وتظهر الأرقام الصادرة عن حملة Warm This Winter أن 8,300,000 شخص يعيشون في منازل باردة هذا الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة تتحول هذه الظروف من غير المريحة إلى الخطيرة تماماً. في إنجلترا توجد أزمة إسكان مروعة. ارتفاع سعر الفائدة يجعل الناس يصرخون من معاناتهم في تسديد أقساط الرهن العقاري ومن الارتفاع الجنوني في الإيجارات.
الفواتير مرتفعة للغاية. إن ارتفاع مستوى المعيشة في إنجلترا غير مسبوق. واعتبر منسق الحملة سيمون فرانسيس أن حكومة المحافظين وأعضاء البرلمان يتحملون جزءاً من مسؤولية ما يحدث، متهماً وزراء الحكومة البريطانية بالجلوس مكتوف الأيدي وترك مسائل الحياة والموت للصدفة، بدلاً من اتخاذ إجراءات بشأن فواتير الطاقة والتي أثقلت كاهل الأسر. المواطنون أصبحوا يفضلون الجودة السيئة ويعانون من الجوع بسبب الفقر وارتفاع فواتير الطاقة وسعر الفائدة، وهذا بسبب البريكست في الأساس. وانتقد فرانسيس سماح الحكومة لشركات الطاقة باستئناف استخدام المحاكم لإجبار الأسر على وضع عدادات الدفع المسبق، وهو ما يعني عملياً ربط الحصول على التدفئة بالقدرة على تحمل التكاليف، مع استبعاد إصلاح تعريفات الطاقة لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها. وتشير التقديرات إلى أنه في الشتاء الماضي اضطر حوالي 500,000 بريطاني إلى اللجوء إلى ما يسمى بالبنوك الدافئة، وهي الأماكن التي تديرها الجمعيات الخيرية والكنائس وعيادات الأطباء، حيث يمكن للناس الحماية من البرد لفترة من الوقت على الأقل دون تكلفة. وانتقد نواب حزب العمال المعارض الحكومة الحالية قائلين إن الحاجة إلى البنوك الدافئة تشكل إدانة فظيعة لواحدة من أغنى دول العالم. إدارة البلاد فاشلة جدا، الحكومة لا تستطيع توزيع الموارد بشكل عادل، التضخم يزيد الوضع سوءا يوما بعد يوم، لا يستطيعون التحكم في الأسعار أو الضرائب المهولة التي تذهب إلى أماكن أخرى لا تهم حاجات الناس الأساسية. مع كل ذلك كشف تحليل لمؤسسة جوزيف رونتري أن أزمة ارتفاع كلفة المعيشة في المملكة المتحدة دفعت بنحو 1,000,000 شخص إضافي إلى حزام الفقر مقارنة بالأرقام المسجلة في العام الماضي. وبحسب المؤسسة فإن نحو 1/3 عدد البالغين، أي 64% من الذين يعانون العوز، يعيشون ضمن أسر عاملة، في ارتفاع عن نسبة 61% المسجلة في العام السابق. كما تقول مؤسسة سيتيزن أدفايس أن 200,000 شخص قد أتوا إلى مراكزها في عام 2023 طلباً للحصول على خدمات دعم الأزمات مثل الإحالات إلى بنوك طعام أو صناديق الطوارئ، وهذا الرقم يشكل 3 أضعاف العدد المسجل لديها في عام 2019. وتقدر المؤسسة الخيرية أيضاً أن نحو 800,000 شخص ظلوا لأكثر من 24 ساعة بلا غاز أو كهرباء في العام الماضي. وتقول الحكومة البريطانية إنها تفعل الكثير للحد من تأثير ضغوطات تكلفة المعيشة، لكن المنتقدين يقولون إنها محدودة التأثير. أعتقد أننا في بلاد لا تستطيع تنظيم الحياة بشكل لائق لعموم الناس. البلد أصبحت فقط للأغنياء ولطبقات عالية جدا من الناس، هم فقط من يستطيعون المعيشة في هذه الظروف العصيبة. ويتساءل البعض ما الذي حل بسادس أكبر اقتصاد في العالم حتى تصل الأزمة إلى هذا المستوى، ومن يتحمل مسؤولية ما حدث وسيحدث. أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك أن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها شركته الناشئة بدأ يتعافى بشكل جيد. وأفادت شركة نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن تلك الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم، وأنها ستساعد في المستقبل في علاج حالات مثل الخرف ومرض الشلل الرعاش وإصابات الحبل الشوكي.
في أخبارنا الاقتصادية، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن باريس ستعلن عن إجراءات دعم جديدة للمزارعين خلال الأسبوع الجاري. جاء ذلك في الوقت الذي أغلق فيه المزارعون الفرنسيون الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد في محاولة للضغط على الحكومة لبذل مزيد من الجهود لمساعدتهم للتغلب على التضخم وتحسين ظروفهم المعيشية. حث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على خفض أسعار الفائدة للمساعدة في خفض تكاليف الإسكان. وأوضحت السيناتور إليزابيث وارين وثلاثة من زملائها الديمقراطيين أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري أدى إلى تفاقم أزمة المعروض من المساكن، كما فرضت المعدلات المرتفعة للفائدة ضغوطا تصاعدية على تكاليف الإيجار. حجزت كوديفوار صاحبة الأرض والجمهور مقعدها في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوزها بشق الأنفس على السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، بينما انتهت مغامرة منتخب موريتانيا بالخسارة أمام منتخب كاب فيردي بهدف مقابل لا شيء. وفي كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً في قطر، بلغ منتخب الأردن الدور ربع النهائي بعد فوزه المثير على شقيقه العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما لحق المنتخب القطري صاحب الأرض بركب المتأهلين إلى دور الثمانية بفوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف. نختم هذه النشرة بهذا الخبر، حيث وصلتنا الآن هذه اللقطات اللحظية لاقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال تتنكر بلباس الطواقم الطبية مستشفى ابن سينا في جنين واغتيال 3 من الفلسطينيين. هنا نقف لنذكر بأهم وأبرز عناوين هذه النشرة. تقارير أمريكية عن مقترح أوسع لهدنة مؤقتة في قطاع غزة تشمل إفراجا عن المحتجزين الإسرائيليين، وحماس تؤكد أنها تريد وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار. الاتحاد الأوروبي يؤكد للاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين في الضفة والقطاع من خلال المنظمات الشريكة من دون الأونروا. وأنباء عن رد أمريكي وشيك يستهدف إيرانيين في العراق وسوريا وأصولا بحرية إيرانية في الخليج عقب قصف قاعدة التنف. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.